قتل 55 مدنيا وأصيب العشرات بضربة جوية على سوق بمدينة القائم عند الحدود العراقية مع سوريا. أعلنت باكستان الحداد وبدء التحقيقات بعد مقتل 48 شخصا بسقوط طائرة خلال رحلة داخلية شمال البلاد. فقد طيار أمريكي بعد أن قفز من مقاتلة حربية سقطت قبالة سواحل اليابان خلال مهمة تدريبية روتينية. قتل ضابط شرطة أمريكي وأصيب آخر لدى تعاملهما مع شجار نشب في مدينة أمريكوس في ولاية جورجيا. استشهد شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أعلنت المعارضة الفنزويلية عزمها استئناف تظاهراتها ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد تعليق المفاوضات بين الطرفين. طرح البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون لمساءلة الرئيسة باك جون هاي تمهيداً لإجراء تصويت على عزلها. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأزهر قائلاً إنه قلعة مستنيرة يعتمد عليها لتقديم خطاب ديني صحيح. يدرس بنك أبوظبي الوطني طرح حصة من أسهم 5 شركات في أسواق دبي وأبوظبي العام المقبل. قررت الهيئة العربية للطاقة المتجددة إنشاء صندوق عربي لدعم مشاريع الطاقة بداية العام المقبل مقره الأردن. شارك عشرات النجوم العرب والأجانب في افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي في نسخته 13.